دكتور أسامة الشاذلي أستاذ جراحة العظام، رحلة الطب جت إزاي؟ تخصصك في العظام، أنت ما زلت تمارس المهنة؟ في الحقيقة، ودايما بتسأل إيه العلاقة بين العظام وبين الأدب، فنشرت على صفحتي على الفيسبوك صورة وأنا ماسك الشاكوش بتاع العظام، قلت له ما فيش أي علاقة بين الاتنين، يعني العظام ده حاجة والطب حاجة. أنا افتكرتك لسه هتشرح لي بقى إن في علاقة. ما فيش علاقة بين العظام بالذات تحديدا كجراحة، ربما بس حتة الأرت بتاع الجراحة وفن الجراحة وبتاع، يعني فيها جزء إبداعي شوية، ولكن مهنتنا يعني مهنة طف جدا، مهنة العظام، دكاترة العظام عادة بيبقوا طف جدا. وكان يعني بدايتي في الحقيقة أنا كنت من أوائل الثانوية العامة، وأتذكر على المحافظة ولا على الجمهورية؟ أنا كنت من الأوائل على المحافظة ومن الخمسين الأوائل على الجمهورية. لما جينا نعمل الرغبات تنسيق، قلت لبابا أنا هدخل كلية آثار. قال لي بص بقى، الآثار دي هواية والتاريخ هواية، انما يعني انت خليك، انت دماغك علميه، خليك في حاجه علميه.